الأسرة هي وحدة الكنيسة، الكنيسة قوية معناها في أسرة قوية، الأسرة ضعيفة يبقى الكنيسة كلها ضعيفة. الأسرة هي اللي بتطلع الشاب الخادم المتدين، والأسرة هي اللي هينتج عنها شاب مدمن منحرف، وبالتالي الأسرة هي الأساس. وربنا يسوع له كل المجد لما خلق الدنيا، خلق أسرة، يعني مشروع آدم وحواء هي أول أسرة. أكلمكم بقى عن موضوع الحروب اللي بتهدد الأسرة، وسماها قدس أبونا حروب المحب. البيت المسيحي مبني على الحب، والحب المسيحي غير الحب بتاع الدنيا. في الدنيا كلمة حب دي بتتقال يعني عمال على بطال، لكن غالباً بيقصد بيها شيء غير اللي قصده الإنجيل. يعني لما واحد بيقول بحب التفاحة، بس حب التفاحة ده غير حب الرجل لمراته، لأنه أنت هتاكل التفاحة وترمي البذرة يعني، فالحب ده غير ده. وفي واحد بيحب واحد عشان دمه خفيف، فالموضوع بالنسبة له إيه؟ مش مكلفه حاجة، أهو ساعة بيقضيها جو لطيف وخلاص. وفي واحد بيقول بحب بس يقصد نفسه، يعني بيحب الفلوس وعشان نفسه بقى. فأحياناً الحب في الدنيا يقصد به المصلحة الشخصية، يقصد به الأنانية، وأحياناً يقصد به شهوة. يعني مثلاً قيل عن أمنون أنه أحب سمار، بس ما بيعرفش يعني حب، ده حتة شاب غير ناضج، زي شباب كتير بيتجوز أحياناً يكون غير ناضج نفسياً أو روحياً، يعرفش يحب. ده هو بيحب نفسه، بيحب شهوته، فلما اعتدى عليها كرهها ورماها، ده ما عندوش ريحة الحب طبعا، وكانت نهايته وحشة أمنون ده، لأن ده ملوش علاقة بالحب. الحب في الفكر المسيحي عطاء، تضحية، بذل، خروج عن الأنا أو عن النفس، هو ده الحب. ربنا بيحبنا عمل إيه؟ أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى الحب دايما بدي مش باخد، ده الحب الحقيقي. أنتوا كأمهات يعني إيه بتحب عيالك؟ يعني تشغليهم في البيت؟ لا، أنت بتحبيهم يعني بتتعبي معهم، بتسهري عليهم، بتتمنى لهم كل الخير. ولما بتتعبي ما بتقعديش تقولي لهم كل يوم أنا تعبت عشانكم، لا ما بتقوليش كده. ويعني الموضوع مش مشاعر حتى، فين لما يعني تقولي كلمة طيبة يعني، وإن كان ده مش صح. فالحب المسيحي أساسه التعب، الحب المسيحي أساسه أن أنا أقدم تعب، أقدم مجهود للي أنا بحبه. أنتوا بتحبوا ربنا، تيجوا القداس تتعبوا، صايمين، واقفين على رجليكم، مركزين، رافعين إيديكم، بتسبحوا، صايمين، بتحبوا الناس، بتستحملوا الناس، مش المحبة تحتمل كل شيء. بتحبوا الإخواتنا الفقراء، بتدوا حاجتكم ليهم وتشركوهم في حياتكم. إذن الحب عموما معناه خروج عن النفس أو عن الذات، وده بالتالي أول حرب أو أول مشكلة في الزواج، أنه الراجل يبقى في جوازه أناني ومركز مع نفسه، عاوز مراته تخدمه، عاوز مراته تريحه، عاوز العيال يسمعوا كلامه، وبعدين يقول ما أنا بحبهم. لا، استنى، أنت بتحب نفسك، بتحب نفسك ومسخر اللي حواليك ليك، بتدعي انك بتحبهم. لو بتحبهم ما تتعبهمش، لو بتحبهم تتعب عشانهم. برضو الست احيانا تكون انانية، وان كان ده اقل شوية من الراجل في الحتة دي، تكون فارق معاها جوزها يرضيها، جوزها يسمع كلامها، جوزها يمشي وراها، جوزها يريح، جوزها يجيب لها هدية. لا، ده مش حب، دي انانية. انت لو بتحب جوزك تفكري تريحيه ازاي، تسعديه ازاي، تتعبي معاه ازاي.
يبقى أول معطل أو أول حرب هي الأنا، أنا شغلاني ذاتي، ما كانت أنا في دماغي. عشان كده من أسوأ الكلمات اللي تتقال في البيوت أنا قلت، أنا محتاج، أنا أمرت، أنا طلبت، إيه أنا دي؟ وأنت يعني مفيش مرة تقول أنت طلبت وأنا عشان كده عملت. الطبيعي في الحب أن أنا أفكر فيك أنت مش أفكر فيا أنا، ده لو حب بجد. مرة كنت بعزي زوجة في جوزها، وكانت بنتي في الاعتراف يعني، وكان جوزها بقاله سنتين مشلول بسبب السرطان، وكانت بتخدمه بأمانة، وبعدين بتقول لي أحلى سنتين في عمري آخر سنتين اللي خدمت فيهم جوزي، ما كنتش بعرف أنام، ما كنتش بلحق أكل، كنت على رجلي طول اليوم، بس كنت حاسة أني عارفة أحبه، ما كانش خلاص في أي نوع من اللذات، لكن قالت لي كانوا أغلى سنتين في عمرنا. إذن الحب المسيحي هو ده، تدي تتعب مش تاخد وتستنى. دي مشكلتنا. أول مشكلة هي مشكلة الذات الأنانية. مشكلة أخرى بتحارب بيوتنا كلنا مشكلة المشغولية، لأن الحب لازم يكون المشغولية الأولى في حياتك. عارفين المسيحي الصح؟ إيه المسيحي الصح؟ الصح ساطحة، ساطحة يعني ما يشغلوش في دنيته دي غير الصلاة والحب، ده المسيحي الصح اللي يقضي يومه كده ما بين صلاة وما بين حب، ولو طلع بره دول يبقى مسيحي غلط، يبقى مش مسيحي. ثالث معطل هو الشهوات. ربنا يسوع حذرنا وقال لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الله، ومحبة العالم عداوة لله. بعدين القديس يوحنا شرح لنا هو إيه العالم ده، قال هو إيه اللي في العالم إلا شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيش، ليس من الله بل من العالم. لما واحد يكون شغله الفلوس قوي بيته لازم يخرب، بقولها لكم كده إيه بصريح العبارة، لو أنت شغلك الفلوس مش بس أنت هتضيع وعيالك هيضيع، ملهاش حل، لأن لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، إما أن يحب الواحد ويحتقر الآخر. لازم تفضل الفلوس تحت رجليك، تقول لي أنا غلبان، غلبان غلبان، بس أنت ابن ربنا، الفلوس تحت رجليك مش فوق راسك. إيه الفلوس دي؟ بقى ربنا اللي دفع فيك دمه تفكر في فلوس وانت عمرك احتاجته وربنا نسيك، ليه بتفكر في الفلوس؟ لكن النهاردة أغلب الناس بتفكر في الفلوس. شهوة العين دي أو شهوة الفلوس عموما بتخرب طبعا، بتخلي الواحد مش مركز لا في روحياته ولا في بيته، فحياته الروحية تبوظ وبيته يبوظ والشيطان مبسوط أوي. والشيطان دي حيلته المشهورة، ده راح للمسيح له المجد يتحايل عليه بنفس الحيلة، قال له أعطيك هذه جميعها، ما هي نفس الحيلة، كل شيء يقول لك ها تغير العربية، تغير البيت، تغير العفش، تجيبي خاتم مش عارف ايه، ويفضل يلعبنا باللعبة الخيبانة دي، وإحنا لا مؤاخذة مغفلين نمشي في اللعبة. طب ليه كده؟ مين بيدفع الثمن؟ العيال اللي طالعة اللي مش شبعانة حب ومش شبعانة أمان في البيوت، ليه جري 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 على إيه ده كله؟ ما في لقمة تتاكل الحمد لله، ليه الجري ده كله؟ ليه لازم نعمل زي ما الناس بتعمل؟ ومين قال إن الناس عايشة سعيدة يعني؟ مين قال إن الناس رايحة السماء أساساً عشان نعمل زيها؟ إذن المصيبة الثالثة اللي بتهدد بيوتنا هي الشهوات عموماً، شهوة تعظم المعيشة. محدش راضي عن حاله، كله عاوز يبقى عظيم. عظيم ده خليك عظيم في عينين ربنا، دي تيجي بالتواضع، تيجي بالخدمة، تيجي بمحبة الناس، تيجي بنقاوة القلب.
لكن عاوز يبقى لك اسم في الدنيا، اسم ايه وهم اصحاب الاسماء عاشوا وهم يعني في التراب كلهم. ليه بنجري في اتجاه غلط؟ سهوة الجسد. في واحد كل اللي شغله جسدياته، طب ما انت فاهم ان الجسد ده يمضي وشهوته معه، اما الذي يصنع ارادة الله فايه؟ يثبت الى الابد. عاوزين يا احبائي نراجع نفسنا، لو الواحد عينه على السماء هتبقى عينه التانية على بيته وعلى الناس اللي حواليه. لو عينك على السماء عاوز تروح السماء، عينك التانية هتبقى على حياتك الروحية وعلى بيتك وعيالك وخلاص نفسه. لكن للأسف احنا عينتنا الاتنين رايحين برا، لا سماء ولا عيال، رايحين في الدنيا. لوط كان متربي في بيت كله بركة، أبونا إبراهيم عينيه كده طول النهار، عينيه كده في السماء، إنما لوط عينيه كده في الدنيا. فراح اتخانقوا رعاة لوط مع رعاة إبراهيم، أبونا إبراهيم شبعان ما يفرقش معاه، قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك، أنا ما خصمش حد، خد اللي أنت عاوزه بس نفضل حبايب. يقول الكتاب اختار لوط لنفسه. طب سألت ربنا؟ لا. طب رفعت عينك للسماء؟ لا. طب اخترت ايه؟ اختار سدوم وعمورة، اشربها يا سيدي. هي سدوم وعمورة اللي نفسك فيها، مفاتش كم سنة وراحت سدوم وعمورة في حرب، انقذوا ابراهيم. يا عم لوط افهم بقى، افهم الاختيار غلط، ارفع عينك زي عمك وبص للسماء، مفيش فايدة، كمل في سدوم وعمورة لغاية ما اتحرقت. طب لو كنت يا لوط حسبتها كويس، كنت رجعت عشت مع ابوك ابراهيم في الصحراء وعينك في السماء، كان زمانك دلوقتي لا تقل عظمة عنه. نراجع نقول اول تحدي للبيت المسيحي الذات، الانا، الكرامة، ان الواحد اناني. تاني تحدي للبيت المسيحي المشغولية، واغلبها مشغولية كاذبة مش حقيقية. ثالث تحدي للبيت المسيحي الشهوات، لأنها بتطلعك بره دورك كأب وكزوج، وبتطلعك بره دورك كزوجة وكأم وكخادمة، وتخليك تبع الشيطان. آخر تحدي أقوله قسوة القلب. قسوة القلب هي نتاج اللي أنا قلته ده كله بقى، الأناني اللي مشغول بنفسه، والشهواني اللي مشغول بجسدياته وفلوسه وعظمته، واللي مشغول مشغولية كدابة ورا الأخبار ورا الدنيا ورا الإعلانات. بيحصل إيه؟ بيحصل إن قلبه ينشف، يئسى. القلب ده بينشف أو يغلظ، وده تعبير قاله الكتاب كتير على فكرة. مصيبة اليهود كانت في الحتة دي، قال لهم آذان يسمعون ولا يفهمون، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. ليه؟ لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، فثقلت آذانهم وطمست عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم وينظروا بعيونهم ويرجعوا فأشفيهم. غلاظة القلب أو قسوة القلب معناه ربنا عمال يتكلم وانت بطلت تسمع خالص، تبقى الوعظة بتخبط فيك وانت ولا هنا، تبقى الآية رشق كده منشنة عليك وانت بتقول دي بتاعت اللي جنبي، يبقى الحادثة اللي بتحصل بتنبهك وانت ولا فاهم هو ايه اللي جرى. هل ربنا مقصر في الكلام؟ حاشا، ده ربنا من رحمته بيبعت رسائل يوميا وبيفتح عينيك على حاجات تنبهك يوميا، بس انت مخك مش فيك، لأن قلب هذا الشعب قد غلص. الفلوس الكتير أو الجري وراء الفلوس يأسي القلب، الجسديات الكتير تأسي القلب، الذات الكبيرة الأنا تأسي القلب، وقسوة القلب يا جماعة مصيرها وحش، مصيرها وحش قوي. لأنه أديكوا شفتوا أن اليهود اترفضوا ولم يعودوا شعب الله بسبب قسوة القلب. عشان كده الكتاب يقول ايه؟ اليوم ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. محدش يعدي الكلام كده وخلاص، خد الكلام على نفسك وما تقسيش قلبك،
شوف مشكلتك ايه والحق نفسك. انت هتسأل عن بيتك قبل اي حاجة في حياتك. يشوع لما لقى اليهود اللي طالعين مش هيلتزموا قوي قال لهم بصوا انا عملت كل اللي ممكن اعمله معاكم، انما فضل لي ايه؟ انا عجزت وقربت امشي، اما انا وبيتي فنعبد الرب. انا بقى في اخر عمري هركز على بيتي، لكن انا في خدمتي عملت كل اللي اقدر اعمله. طوباك يا يشوع لانك ركزت في بيتك وعرفت انك انت وبيتك تعبدوا ربنا عشان تكملوا مع ربنا للابد. فين بقى العباده اللي في بيوتنا؟ فين الراجل اللي يلم مراته وعياله يقف ويصلوا صلاه النوم؟ فين الام اللي تيجي تنبه عيالها فتقول لهم المسيح قال؟ مش ماما بتقول وبابا بيقول، لا، ربنا قال لنا. دي التربية الصح. لكن احنا بنرمي العيال في الكنيسة، خلي الكنيسة تربي. الحقيقة الموضوع ده غلط. ما كانش البيت هيربي الكنيسة، حتى لما بتربي البيت بيهد اللي الكنيسة عملته. ربنا يدينا نعمة ان احنا نقف شداد قدام طيارات العالم ونعمل أسرة مسيحية مقدسة، تعمل كنيسة قوية كارزة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.